وحسن حمار وعلاقة بينهم بناشد طوسي اللي كان زار الجزائر مؤخرا، ربما هذا الأمور اللي تحدث عليها اليوم أيضا تعني باللي بالكش الإدارة كانت تهدف إقالة الطاقم اللي مع الطاوسي أكثر من أن تقيل الطاوسي. كيفاش كانت العلاقة بينكم أنتم يعني المساعدين ودو الطاقم مع الإدارة في تلك الفترة بالتحديد؟ يعني صراحة العلاقة ما كانتش جيدة، يعني العلاقة ما نقولش كانت، ما كانش فيه صراحة، يعني ما كانش فيه صراحة، تحس أمور ماشي مليحة، لكن في الوجه هكذا يعني ما كانش قرارات اللي تشوفها ماشي في مصلحتك ولا، بس ولكن تشوف أمورات يعني ما نقدرش يعني من حبة. لو سألت يعني كان السؤال هذا تسألوه للإدارة. اسكو هما يعني حسيتوا هما بلي هما اللي دفعوكم باش تمشي ولا باش نوضح الصوره اكثر؟ صراحة اسكو هما اللي حبوكم تمشي هذه هي المقصود هي يعني من هي كل الامور كانت واضحه، وكان الهدف منها انه الطاقم الفني يمشي، كانت امور جد واضحه، الناس كامل يعني الجمهور كامل كان لاحظ الامر هذاك، ويعني الامور هذه بيد الاداره، يعني الاداره كي تحب تمشي للطاقم الفني يعني عندها كل الطرق انها تمشي له، وهي كانت تلجا للطرق انه الفريق انه الطاقم الفني يمشي بالتراضي، ما يروحش يعني ما تكونش اقاله ومن بعدين فيها يعني محاكم وامور اخرى، كانت هي تدفع بالطاقم الفني باش يستقيل وحده ويكون فيه تراضي طلق بالتراضي صراحه.